يا مساء الهنا والسعادة على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم النهاردة وحلقة جديدة ومفيدة من برنامج شباب ستايل. الحقيقة النهاردة معانا حلقة مليانة كلها فوائد، مش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بنفسه ذكره في القرآن الكريم وقال إن فيه شفاء للناس. النهارده موضوع حلقتنا طبعا اكيد عرفتوا احنا النهارده هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن عسل النحل وانواعه وفوائده، بس اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده، استاذ بدر شاهين صاحب مناحل بدر شاهين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، نورتني. نورك يا فندم، سعيد جدا ان انا معاكم. طبعا ربنا يخليك يا فندم. مبدئيا كده بقى يا استاذ بدر، عايزين حضرتك تشرح لنا ايه انواع العسل وايه فوائدها، يعني ايه فايده كل نوع فيها. والله وانواع العسل طبعا في مصر، هو يعني نبدا بنوره البرسيم. تمام، ده مفيد جدا. طبعا عندنا الموالح طبعا عشان نزلات البرد والزكام. عندنا حبه البركه، في طبعا موجود عندنا في مصر انواع جميله جدا زي عسل بردقوش. يعني هو عسل بردقوش من الانواع اللي هي ايه، يعني يعتبر من الجبليات. عسل طبعا ليه فوائد، الناس لو حاولت تركز على عسل البردقوش ممتاز جدا. طبعا في عسل النواره، هو البردقوش ده نوع من انواع العسل الجبلي صح؟ طبعا البردقوش حبه البركه من الجبليات. طبعا عندنا العسل السدر اللي هو النبق. هو شجر النبق في مصر بقى يعني ايه مش موجود قليل. كتير، قليل جدا جدا فعلا. لكن الحمد لله احنا بمقدر الامكان بنحاول ان احنا نقدم للناس حاجه طبيعيه. تمام، وان شاء الله انا جاي هنا بتكلم ان نحاول يا رب يعني نطور في شغلنا ونقدر ان احنا نقدم حاجه تنفع الناس يا رب ان شاء الله. طيب الفئات بقى او الانواع اللي موجوده في مناحل بدر شاهين، ايه الانواع اللي الناس تقدر تطلبها بقى كده من مناحل بدر شاهين؟ والله واحنا عندنا عسل نواره، تمام، عندنا عسل نواره البرسيم، تمام، وعندنا عسل اسمه الموالح، ده برده ممتاز جدا جدا. تمام، ده يقدر الناس تستخدمه وان شاء الله يكون موجود معانا فتره الشتاء. عايزاك برضو تشرح لي فايده كل عسل فيهم، يعني في ناس كتيره بتبقى مش عارفه هي يعني فايده كل عسل. احنا عايزين نعرف كل نوع فايدته ايه وايه الانواع اللي انا ممكن احط عليها حاجه. يعني حضرتك اكيد بتحط اعشاب متميز، حضرتك على فكره مشهور جدا بالاعشاب اللي حضرتك بتقدمها. بص يا فندم، انا جايب معايا اعشاب طبعا اللي هي ايه مثلا خلاصه الاعشاب. تمام، انا بسمع الاعشاب كتيره جدا. لكن احنا ايه ممكن يفيد موضوع الاعشاب للناس؟ طيب احنا دلوقتي عندنا طبعا اطفال بيبقى مناعتهم ضعيفه جدا كتير، نقدر احنا نقدم لهم عسل نواره البرسيم او عسل البردقوش او عسل حبه البركه، نركز عليهم جدا ان هم دول يضاف عليهم اعشاب. تمام، عندنا مثلا ممكن بس اوري الناس عادي. اتفضل. طيب تمام، اهو عندنا مثلا ايه، عندنا حاجه اسمها حبوب اللقاح اللي هي دي. تمام، دي حبوب اللقاح. تمام، احنا ممكن نضيف منها العسل ونعمل للناس بس ايه خلطه كده سريعه. اتفضل. تمام، عادي. عادي، اتفضل. تمام، ممكن برده نقدم طالع النخل ده برده. تمام، نقدمه ونحطه للناس برده. تمام طبعا، اتفضل. طب احنا لو حطينا النوعين دول بس على العسل كفيلين ان هم بفضل الله مع طبعا علاج او تحت اشراف طبيب يقدروا ان هم يعني ايه ان شاء الله يكونوا وقايه الامراض كتيره جدا. اكيد انت تعرف يا استاذ بدر ان حبوب اللقاح اصلا كانوا بيسموها اكسير الحياه من كتر الفايده بتاعتها. هي اصلا خبز النحل. يعني طبعا فعلا لها فايده كبيره جدا. لها فوائد يا فندم بصي كتيره جدا جدا جدا. يعني احنا لو جينا نتكلم على حبوب اللقاح، لا احنا نشرح فيها، هنتكلم على المناعه، هنتكلم مرضى السكر فيروس سي، هنتكلم طبعا عن مشكله كبيره جدا برضه انا عايز اضيفها للناس. اتفضل. هي جرثومه المعده. يا ريت ان احنا يعني ايه نهتم بموضوع الجرثومه ده. تخيل يا فندم ان 30% من الشعب المصري عنده جرثومه المعده كتير وملهاش علاج، ما بيعرفش يعالجها. هي علاجها هقول لك انا يا فندم، هي لا كورس علاج. تمام، لكن في حاجه برضه يعني ايه الطب البديل. طبعا احنا ممكن نرجع للاعشاب ونتكلم فيها. الاعشاب هي من الطب البديل، والعسل ربنا ذكره سبحانه وتعالى في القران. وانا مش حابب اطول برضه اتكلم على يعني على العسل كتير قد ما انا عايز افيد الناس ان الاعشاب برضو مفيده جدا. اكيد طبعا. انا عايز اقول للناس ان العسل كويس، اي عسل طبيعي ليه طعم وليه مذاق. طبعا الشمع ليه فوائد، حبه البركه ليه فوائد، عسل البردوش ليه فوائد، عسل الموالح ليه فوائد. انا مركز على البردوش جدا لانه ممتاز جدا للبرد كويس والمناعة. جدا واحنا كمان في فصل الشتاء يعني اكيد هنحتاجه كلنا. بص يا فندم اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا بفضل الله في مصر عسل يعني مش موجود. طبعا احنا يلينا يعني الدوله اللي بتنتج عسل بعدينا مش قبلينا اكيد كويس جدا اليمن. طيب اليمن فيها جبال جميله جدا ما شاء الله، لكن احنا عندنا ناس بتنتج عسل، عندنا ناس بتشتغل بما يرضي الله في شغل النحل ده. طبعا النحل يعني عالم كبير جدا، عالم سبحان الله ربنا يعني ذكره في القران ان هو سخر النحله
لخدمه الانسان. تخيل يا فندم. فعلا. فاحنا نتكلم على الموالح، لو ضفنا عليها حبه البركه، لو ضفنا عليها حبوب يعني اللي هي الاعشاب بتاعت حبه البركه، يعني ممتازه جدا. طب لو ضفنا عليها حبوب اللقاح، طب لو ضفنا عليها طلع النخل، طبعا ليها فوائد جباره جدا. اكيد احنا ممكن نحط التركيبات على اي نوع عسل، بس بشرط يكون هو فعلا من حد طبيعي، يعني يكون عسل معلوش نسبه سكر، يعني يكون شيء مصنع. طيب اعرف ازاي بقى ان العسل ده اصلي ولا مغشوش؟ بالطعم ومن حد ثقه، لازم تجيبي مصدر ثقه، لازم تجيبي طعم. العسل ملوش اختبار، اي عسل نحل ملوش اختبار اطلاقا، لان انا يعني الناس من كتر بقت تاكل عسل مغشوش ما بقتش عارفه الاصلي اصلا، ما بقتش عارفه ان ده فعلا اهو ده مثلا ادي نوع تمام، وده نوع وده نوع تمام، احنا جايين نتكلم وده برده نوع ثالث. طيب ازاي تعرف الناس ان ده فعلا عسل سدر؟ طب اعرف ازاي انه ده طبيعي؟ ماشي تمام. لازم ليه طعمه معين، ليه لدع هنا في الدسور يعني بيعمل لسعه كده يعني بيعمل ايه تسكيره يعني ايه مش عارف. بص يا فندم، هو العسل ليه طعم مختلف تماما. لا احنا لازم ننوع عشان نعرف العسل الاصلي. بص يا فندم، هو المشكله ان انت عندك في مصر بقى فيه غش كتير. بالظبط بالظبط، ما انا بقول لحضرتك ما بقاش عارفين اصلا الطعم الاصلي، يعني احنا ممكن كل الفتره دي بناكل في عسل مغشوش. والله هو العسل انا انصح انه يجي من مصدر ثقه، دي حاجه. تاني حاجه يكون حد بيتقي الله في انتاج العسل. صح. مش شرط ان انا يعني اقول لا ده مضروب وده مغشوش، لا هو انا اجيبه من حد موثوق منه وان شاء الله ربنا يجعل فيه شفاء يعني، لكن ملوش اختبارات. عسل النحل انا حاولت كتير جدا اعمل له اختبارات. في حد يقول لك العسل بيولع في المنديل، يعني تحطه على المنديل مش هو عسل بيتولع، ده طبعا تخاريف. لا لا ما شاء الله. طب احنا دلوقتي لو جبنا طبق وحطينا عسل، جبت العسل المغشوش وجبت عسل عندي من المنحل، حطيت ده في طبق وده في طبق ابيض وحطيت عليه شويه ميه وعملته كده وبتاع، عمل عين سداسيه زيه زي الشمع بالظبط. وطبعا الاختبار نجح هنا ونجح هنا. تمام. طيب الفكره ان ده مش اختبار كده، ان اي حاجه فيها سكر وبتتذوب هي ممكن تعمل لك نفس الشكل. طيب في عسل بالذات في الشتاء يعني بيبقى متراكم كده، تحس انه زي السكر، في حبيبات كده، ده فعلا بيبقى ايه؟ بص اقول لحضرتك، العسل اللي هو بيعمل حبيبات ده الطبيعي. بجد؟ دي بقى يعني معلومه والله انا جربتها بنفسي، ان العسل اللي بيعمل حبيبات هو الطبيعي، لكن مش كل العسل اللي بيجمد يبقى طبيعي. برضو عشان نفهم الناس ان مش كل العسل اللي بيجمد عندهم في البرطمانات بالاخر كده يجي شويه عسل ويرصبه يبقى ده طبيعي، لا طبعا. طبعا الانتاج بيبقى مش كتير، يعني انتاج العسل بيبقى مش كتير بالنسبه للقطفات بتاعته، لان عندنا نسبه الزراعه طبعا بفضل الله هي كويسه جدا تمام، لكن شغل النحل ما بقاش منتشر بدرجه كبيره جدا. ازاي؟ ان حته الغش طبعا تخش في الشغل كتير جدا في العسل، وده طبعا بقى بيخلي الناس تفقد الثقه طبعا. يعني في ناس بتكلمني بتسالني بيقول لي طب انا عايز اجي المنحل اطلع العسل بنفسي، بقول له طب ايه الفكره؟ طب فهمني. يقول لي اصل ضحك عليا كتير، او انا جبت عسل كذا مره يطلع مغشوش. فاقول له طيب تعال. فطبعا هو الراجل لما يلاقي في ثقه فخلاص، او هي مثلا الاخت اللي هتشتري بتلاقي في ثقه فخلاص بتثق فيا وبتشتري العسل. بالزبط. انا والله بتقي الله في الشغل، يعني بحاول دي اهم حاجه بصراحه. بحاول لان انا مش عايز اخش في الحرام والحلال، لا انا عايز امشي صح، ان انا ابقى خلاص مركز على حاجه يبقى انا ماشي فيها. بالظبط. احنا كمان معانا فيديو حضرتك ممكن تشرح لنا عليه؟ ممكن اشرح لكم عليه طبعا. اتفضل. ده طبعا الفيديو ده احنا بنطلع برويز الشمع طبعا اللي هي الدفعه الاولى من نواره البرسيم. بتبقى كام في عدد النحل الموجود في الخليه بتروح من كام لكام؟ بص حضرتك، هو البرواز طبعا فيه 1000 عين تمام؟ في 1000 عين سداسيه، ده طبعا المنحل. انا كنت بشرح برضو حاجات هنا في المنحل طبعا. والصوت مش واضح تقريبا. ده طبعا يعني عدد النحل في الخليه ما يقرب من 10,000 نحله. في طبعا النحل الشغالات وفي الذكور، وظيفة كل واحد منهم ربنا مسخرها طبعا، ان النحل الشغالات هو اللي بيجيب الرحيق. هو اللي بيجيب رحيق الزهره. طبعا احنا هنا بنطلع برده هنا الدفعه اهيت زي ما حضراتكم شايفين. ايوه دي دفعه البرويز الشمع طبعا، العسل بيطلع، دي اول مرحله في انتاج العسل. بعد كده احنا بنصفي العسل وبنقدمه للناس في برطمانات زي ما حضرتك شايفه كده،
وبنقدمه للناس طبعا عشان الناس تاكل عسل طبيعي بدون اي غش. انا عندي غزاله في الخليه بغذي فيها النحل، لكن في مواعيد الشتاء في مواعيد الفصول اللي هي ما فيهاش العسل. تمام ممكن اغذي 3 مرات عشان النحل ما يموتش بس مش اكتر، لكن مش بغش العسل. طيب الـ الاضافات اللي هي المقويه بتاع العسل بتحطها بعد انتاج العسل يعني على انواع معينه؟ هو انا بس ليا تعليق بسيط عايز اعلقه للناس على البروز اللي بتطلع ديت. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ان احنا بنطلع الدفعه الاولى من نواره البرسيم، مش شرط البرواز يكون غامق او فاتح، يعني مش شرط. ده برواز ادم في الخليه، يعني شايف اخر برواز ده يا فندم؟ بص كده. أيوه. ده شايل 1000 نحله ما شاء الله. انت عارفه النحل اللي موجود ده مش هو اللي شغال بس، لا ده فيه كمان اكتر من 15000 نحله شغالين، لان الخليه دي 9 براويز وملكه يعني شغاله واحده بس. لا في ناس شغاله بره. دي صورتي طبعا هنا في الملح. كنت يعني بحاول، ده طبعا ملح احنا بنحاول برضو نوري الناس صور شبرمنت، وطبعا كارت شبرمنت فيها زراعه، ده عندي برضو بقدم للناس صور برضو للشمع العسل. ده برضو برواز شمع من قلب المنحل كنت بعرضه للناس. تمام. بفضل الله دي برضو صوره ليها كارت شبرمنت، دي يعني فيها احسن ناس، فيها بجد نسبة زراعة. احسن ناس او فيها بجد نسبه زراعه جميله جدا الحمد لله. احنا عندنا تقريبا الزراعه بنسبه 20% لحد دلوقتي في القريه، عندنا اراضي، عندنا استثمارات في الزراعه، عندنا شباب بتشتغل وبتنتج. وان شاء الله نقدر ان احنا نقدم للناس حاجه يعني تفيدهم، عندنا الحاجات كلها طبيعيه. تمام. طب يا استاذ بدر، نقدر نقول الانتاج الطبيعي للرحيق في الموسم الواحد يتراوح من كام لكام؟ والله بص يا فندم وحضرتك، الانتاج الطبيعي ان يتراوح في نواره البرسيم، هنبدا الاول ان احنا ممكن الخليه تنتج من 4 ل6 كيلو. ده طبعا الخليه البلدي اللي انا وريتها لك دلوقتي حضرتك، وريتها للناس. واحنا بنطلع الشمع. بمناسبه الشمع بقى، عايزين نعرف فايده الشمع ايه؟ يعني انا عن نفسي بحبه جدا جدا بقى. هل صح ان انا اكله في اي وقت؟ يعني اكله بكميه زي ما انا عايزه، ولا هو بيبقى بالجرام وعلى لازم على الريق يعني ولازم ليه مواصفات معينه؟ يعني احنا ممكن بس نعلق على حاجه بسيطه جدا بالنسبه لموضوع الشمع ده. هو الشمع طبعا ليه نسب معينه في حته الاكل دي برضه، تمام؟ ليه؟ عشان حته انقاص الوزن او زياده الوزن. احنا ممكن هنا نتكلم الشمع ايه فوائده؟ انا عايز اكل حاجه تفيدني مش بكترها. يعني ما كلش شمع كتير واقول ان هو خلاص هي مش عشان الافاده كمان، علشان حب الواحد فيها. طيب هو لازم الشمع يكون طبيعي ما يكونش فيه سكر، يعني يكون زيه زي الزبده كده يعني. طبيعي. فطبعا حته ان حضرتك طبعا الشمع فوائده، هو مفيد لحاجتين اتنين. يعني مش مفيد لاكتر من حاجتين اتنين، مفيد للثدي. ومفيد للجيوب الانفيه جدا. ومقوي عامل الاسنان، يعني بيقوي الاسنان جدا. تمام. دي فوائد الشمع. يعني علاج طبيعي. احنا في ايدينا المشكله ان احنا في ايدينا العلاج ما بنعملوش. انت تعرف يا استاذ بدر ان في بعض الدول الاوروبيه يعني بيعتمدوا اعتماد كلي على العسل في العلاج وعلاج الامراض الخطيره بدون تدخل اي ادويه او اي حاجه ثانيه، واحنا اللي ربنا ذكره في القران الكريم ما بنعملش كده. هو اليونان تقريبا، اليونان العلماء القدامى في اليونان قالوا ان العسل حاجه هديه من ربنا، وقدروه ان هو كان اغلى من الذهب، لان كان بالظبط العسل بيتباع في اليونان في عصور قديمه ان هو كان بيقيم بوزن الذهب، لان كان اللي يشتري عسل فكان بيقيمه بوزن الذهب. بالظبط كده. بس احنا عندنا يعني الحمد لله، لا عندنا ناس بتفهم جدا جدا. لا لا في ناس بتفهم، وعندنا ناس بتقدر اسعار العسل القيم. وعندنا ناس بتفهم في الاعشاب جدا، يعني في ناس تطلب مني خلطات كتيره جدا للمناعه. ويعني في ناس بتحب ان هي طبعا تختار حاجات كتير، وبتتكلم معايا في حاجات كتير. ايوه تمام. طيب بالنسبه لصمغ العسل بقى، فائدته ايه؟ ايه؟ صمغ العسل. صمغ النحل. او صمغ النحل. عفوا، هو صمغ النحل ده طبعا ليه فوائد، ان هو مضاد حيوي، مضاد حيوي لاي التهابات في الجسم. الحبوب لو حد عنده طبعا حب الشباب ده منتشر جدا. مفيد طبعا للمناعه، بيزود اي حاجه خاصه بالنحل هي مفيده للمناعه، عشان الناس برضو تفهم اي حاجه خاصه بالنحل سواء العسل، حبوب اللقاح، طلع النخل، ده حاجه بره العسل تماما. طلع النخل ده ليه فوائد ثانيه نتكلم عليها، عليه قصه ثانيه لوحدها. انا معايا برضو حاجه هنا، برضو حابب ان انا اوريها للناس. اتفضل. دي تمام. دي حاجه اسمها الكركم. الكركم طبعا، وفي عندي هنا برضو حبوب لقاح وبابونج. ازاي احط حبوب لقاح وبابونج مع بعض؟ تمام. الاعشاب دي احنا هنتكلم عليها لانها مفيده جدا لحاجات كتير. الناس بتتجاهل الاعشاب تماما، لكن بتركز على العسل. احنا ممكن نضيف حبوب لقاح مع العسل.
ممكن نضيف طلع النخل مع العسل. مع العسل. ليه؟ لمشكله الانجاب. مشكله الانجاب عند الراجل وعند الست. عن تجارب هي نجحت بكميات معينه يا استاذ بدر، صح؟ هي المفروض 50 جرام على الكيلو. تمام هو علميا 50 جرام، ونحط 20 جرام حاجه اسمها غذاء الملكات. غذاء الملكات ده هو عباره عن غذاء بيبقى طبعا موجود في الخلايا، بيبقى من انتاج النحل. طبعا هو مخزون سنوي، بيطلع بيبقى نسبته قليله جدا، يعني ممكن الخليه الواحده تطلع منها يعني 5 جرام في الموسم. 5 جرام قليل جدا. لا جدا جدا. حتى هو قيم، هو كمان منشط، منشط لحاجات كتيره جدا، بينشط مبايض عند السيدات، وطبعا بينشط حاجات كتيره جدا، والحيوات المنويه طبعا عند الرجال. هو منشط لحاجات كتيره طبعا، ومفيد جدا طبعا. الناس يا ريت تركز على غذاء الملكات. اكيد. بيتضاف على العسل. تمام يا فندم. الحاجات دي ممكن تبقى مغشوشه او ولا هي بتبقى اصليه؟ يعني ممكن نجيبها برده من حد ثقه زي العسل، ولا ممكن تتباع من اي حد خارج المناحل؟ تمام. هو احنا دلوقتي لو عايزين ان احنا نجيب حاجه اصليه او نجيب حاجه مش اصليه، هو ده بايدينا. يعني مثلا انا هجيب حاجه من حد ثقه، يعني مش اي حد يقول لي انا عندي عسل ببيع فخلاص هشتري منه. بالظبط. تمام. انا ممكن اجربه، وممكن اجربه واشوفه هو حاجته فعلا هل هي طبيعيه ولا لا. طب احنا شايفين مختلف، يعني انواع كتيره مختلفه، مختلفه الالوان. هو ربنا سبحانه وتعالى، الالوان دي ربنا سبحانه وتعالى. وانا بس عايز اوري الناس سريعا، معلش انا لا لا اتفضل. يعني انا عايز اتحرك اكتر ان انا اقدر يعني الناس تشوف طبعا عشان تستفيد من الحلقه اللي انا بقدمها. اكيد طبعا. اكيد. تمام. احنا عندنا عسل السدر. عسل السدر الجبلي ده اللي هي شجره النبق. شجره قليله جدا. هي موجوده فين؟ موجوده عندنا في الواحات. موجوده عندنا في جنوب سيناء. موجوده عندنا في صعيد مصر طبعا، في الاقصر واسوان، بس مش كتيرة. مش كتيرة. يعني مش كتيرة، انما بقى لها آلاف السنين. هي فعلا نادرة اصلا. دي طبعا شجرة مثمرة جدا. ده احنا نقول انه مفيد لمرضى السكر. تمام. حلو قوي. احنا عندنا حبة البركة. حبة البركة طبعا احنا هنطلع كل نوع لكل شخص ويفيده، او كل حد يعني من اي حاجة. يعني ده جاهز بالمكونات بتاعته وبالاعشاب بتاعته. تمام. ده ممكن يتحط له المكونات بتاعته. بفضل الله مفيد جدا جدا لمرضى السكر. ماشي. عندنا حبة البركة برضه نشرحها سريعا، ان هي مفيدة جدا لمشكلة الجرثومة اللي بقت عامة. يعني حبة البركة لو أي حد عنده جرثومة المعدة يضيف عليه 5 جرام غذاء ملكات و10 جرام حبوب لقاح. تمام. أو خبز النحل. تمام. احنا عندنا مثلا هنا نقدر نقدم للناس برضو حاجة ممتازة، هو عسل برسيم برضو موجود في مصر وطبيعي. ليه؟ لأن احنا عندنا إنتاج البرسيم وفير. بياخد طبعا من النوارة اللي هي الزهرة. زهرة نوارة البرسيم طبعا، وده الشمع بتاعه. تمام. ممكن يعني الشمع ده بتاعه، يعني بتاع العسل، بتاع يعني العسل نفسه. لا هو مش مصنع يعني. هو الشمع بيطلع بيتقطع وبيصفى العسل وبيتعبى كده، والقطعه دي بتتحط في البرطمان. تمام. بس حضرتك طبعا عندنا برضو حابب ان انا اقدم لكم عسل مالح، يعني ممتاز جدا. برضو المالح هو نفس الشكل، لكن يعني افتح شويه طعمه بيختلف. العسل بيختلف، كل نوع يعني بيختلف من التاني عن طعمه. يعني نقدر نقول الالوان بتختلف، يعني فرق ما بين لون ولون. ما اقول لحضرتك ليه؟ عن طريق يعني علشان نوع العسل. اقول لحضرتك، بص يا فندم، هو ربنا سبحانه وتعالى مذكر النحل في سوره النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تمام. وربنا قال سبحانه وتعالى تبارك الله العظيم ان النحل في بطونها شراب مختلف الالوان. وقال تاني ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا بقى رب العزه، قال ان يخرج منها من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. بالظبط. يبقى اذا النحل فيه الوان مختلفه. انواع، وفي نفس الوقت فيه شفاء. اكيد. طيب كلمنا بقى عن الفرز يا استاذ بدر. في فرز اول نسمعه، وفي فرز ثاني، وفرز ثالث. بس حضرتك هو العسل، معلومات كده عن الفرز وايه الفايده اللي يعني بتقل من فرز الفرز، الفايده بتقل. بص حضرتك، هو العسل ما فيهوش فرز اول وفرز ثاني. العسل فيه حاجه اسمها قطفه اولى وقطفه ثانيه. تمام. تمام. احنا عندنا هنا يا فندم، براحه بس هفهم حضرتك برضه واشرحك. أيوه. على طول. تمام. هو ده دي عده اللي برضه عايز الناس تشوفها. يعني دي عده ايه؟ النحل. ده حاجه اسمها البدله بتاعت البدله بتاع النحل، اللي هو النحال بيلبسها وبيطلع منها ايه؟ عشان النحل طبعا بيقص. ايوه علشان. تمام. دي حاجه عندنا برضه اسمها المدخن. المدخن ده يعني ايه؟ بيبقى هنا كده، بتحط هنا حاجه يعني نظام حته كرتونه كده، او مثلا اي حاجه عفشة، او اللي هو مثلا اللي هو الحطب بتاع النار. أيوه. أيوه. ممكن نحطه هنا، وان احنا ايه نولعه. ونقفل دي كده. فايدته ايه بقى؟ بيعمل ايه بقى؟ ده يا فندم عشان النحال يشتغل. دي الات النحال، يقدر يعني دي حضرتك قدرة.
يعني مخها. بتفك السم. انا مرة حضرتك في الفيديو برضو الناس ممكن نشوف الفيديو بعد اذنك. طيب هيجهزوا الفيديو دلوقتي. طب تمام. يعني دي فايدتها ان حضرتك بترش على الخليه عشان تفك الصمغ مثلا، ولا في نفس الوقت المدخن ده دي الات الاستخدام للنحال. فايدتها ايه يعني، بتعمل ايه؟ والله هي فايدتها طبعا ان هي ما تخليش النحل يجي على النحال. انا كنت افتكر ان هي بتفك الصمغ من على. انا حبيت اوضح النقطه دي للناس عشان الناس كتير بتسالني في الموضوع ده. بالظبط كده. تمام الفيديو جاهز. احنا معانا الفيديو هنا. تمام اهو شايفه ده حضرتك المدخن اهو، في دخان اهو اهو ده كده. دخن بيه الاول. ممكن نعيد الحته دي تاني؟ ممكن نعيد نعيد الفيديو تاني بعد اذنك. ده مدخن طبعا، ده يعني بندخن على النحل طبعا عشان النحل ما يقرص النحل، وبيطلع النحل وبيشتغل، لكن هو مش ده دخان مش مضر يعني. تمام. بيبقى في الاول كده مش على العسل، بعد كده بيستخلص العسل من الخلايا زي ما حضرتك شايف. ايوه دول 9 براويز لو حضرتك ممكن تابع كده. ايوه فعلا. لو العسل يا استاذ بدر اتضاف عليه اي حاجه او تلاقي فيه يعني بعوامل بشريه، ده ممكن يقلب لضرر؟ طبعا يقلب لضرر، وممكن يعني يقضي على حياه بني ادم. لو مريض سكر طبعا كل عسل مغشوش يموت. طبعا لا قدر الله ممكن نسبه السكر تترفع عنده، وطبعا هيحدث مشكله كبيره جدا. أكيد. بس طبعاً. أنا مش طبيب، أنا بقول لك على اللي أيوه أنا أيوه المعلومات اللي حضرتك تعرفها. السادة الأطباء هم اللي يقدروا يقرروا ده. بس طبعًا أي غش يخش في أي حاجة صالحة بيفسدها. بالظبط كده. تمام. تمام. طيب بالنسبة للمعلقة المعدن بقى والاستانلس، إحنا دايمًا بنستخدمها في البيت، بنحط العسل بالمعلقة، ده فعلًا بيفقد قيمته؟ بيفقد الفايدة بتاعته؟ بيفقد القيمة بتاعته. إزاي بقى؟ لأن المعدن عامة بيفقد قيمة العسل، ما ينفعش أي معدن يتحط في العسل. هو سبحان الله حاجة كده يعني علميا وربانيا هي ما تنفعش. المعدن بيبقى داخله مواد حافظه وداخله حاجات كتيره جدا من التصنيع. هل التصنيع بتاعه صالح امن ولا التصنيع بتاعه سيء؟ فدي ما نقدرش احنا نحددها. لكن هي لازم على خشب. قلنا يعني يستحسن الحاجه الخشب او البلاستيكيه. تمام؟ تمام. احنا معانا صور تاني. هو احنا حضرتك يا فندم ممكن نتكلم بس برضو عن حاجه اتفضل. مهمه جدا. اتفضل. أنا عايز أنصح الناس اللي هي بتستخدم العسل، الناس اللي هي عايزة تخس، أنا عندها حتة الوزن الزائد، ممكن نحط 10 جرام قرفة على كيلو عسل، ونقدر إن احنا نحط عليهم حاجة اسمها صمغ النحل اللي هو احنا شرحناه. ده طبعا للتخسيس. هي استخدامه معلقة واحدة صغيرة على الريق على كوباية مية، ويتضيق يعني يتدوي بيقلب جيدا، وطبعا ده استخدامه ممتاز جدا لحرق الدهون. لا ثواني بقى عشان ده في هجوم في الكنترول، عايزين نعرفه عايزين نعرفه الخلطه دي تاني. لا يا ريت بعد اذنك بس عشان في ناس بتكتبها تاني، يا ريت تقولها حضرتك تاني. هو احنا كلنا عايزين نخس انت جيت على بص يا فندم، جابت مع ناس كتيره جدا، جابت معانا شخصيا يعني. انا وزني زاد تقريبا بعد الجواز. كلنا والله مش حضرتك بس، كلنا 3 سنين. فهي القصه كلها ان احنا مشكله ان الناس بتاكل كتير بالليل. يعني مش بالنهار، احنا يعني ربنا قال وجعلنا ايه، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل ايه لباسا. تمام صدق الله العظيم، احنا عكسنا كل ده. بقينا بنفطر بالليل. بالظبط. يعني الناس بتفطر بتتغدى الساعه كام؟ بتتغدى الساعه 7. بالزبط. طيب بيتعشى ممكن ياكل بقى الساعه 1 2، دي مشكله كبيره. لا احنا مش بناكل 3 وجبات عامه. والله ما بناكلش كده 3 وجبات، دول تسليه. احنا ممكن نعد 10 15 طول ما احنا قاعدين بناكل. اقول لحضرتك هو اي نوع عسل ممكن نستخدم عليه بس يكون طبيعي، لو مش طبيعي مش هيخس، هيزود في الجسم مع الاسف. تمام. العسل هيتضاف عليه 10 جرام قرفه او 20 جرام لو عايز يخف بسرعه يعني. يعني موضوع الخسان ده هو حته المجهود مش شرط، يعني مش شرط حته التنظيم في الاكل برده مش شرط، لكن هو لو بالليل كل فاكهه افضل. يعني عندنا فواكه فيها طبعا فوائد زي الموز، ممكن ياكل موز يعني اسبوعين موز مثلا اقصى حد. يعني مش يجيب بقى فراخ ومش عارف ايه كده. في ناس عندها بتحب في مصر عموما بيجي يقول لك انا جسمي زاد. طب ماشي انت عملت ايه؟ طب ما انت عملت تاكل وخلاص يعني مكبر دماغك. بالظبط. فطبعا القصه كلها ان هو ايه؟ هيستخدم الخلطه معلقه الصبح على كوبايه ميه على الريق. على الريق. لكن ما ينفعش يتاخد في وسط الاكلات مثلا؟ لا هو قبل الاكل، قبل الاكل بحيث ان هو يحرق.
يعني قبل الاكل بحيث انه يحرق. جاب مفعول مع ناس كتيره جدا، وبعض الناس مش عارفه الخلطه دي وفوائدها ايه. وكل ما كتر القرفه، بس قرفه تكون طبيعيه مش اي قرفه، تمام، ويجيبها يطحنها هو بنفسه، ما يجيبهاش مطحونه من عند العطار. مش عايز اذكر اسماء حد يعني، فهو ممكن يجيب قرفه من عطارين مشهورين طبعا، اللي هو حد ثقه جدا، تمام، ويقدر ان هو يضيفها على العسل. العسل طبعا لازم يجيبه من حد مصدر موثوق منه، عسل طبيعي، ويضيفها على العسل. نوع معين من انواع العسل؟ هو اي نوع، بس يكون بشرط طبيعي. بس في نوع عن نوع يعني يفرق. يعني البرسيم ضعيف جدا في ذاته، يعني يقلل من الوزن ماشي مع الخلطه بس ضعيف. يعني اكتر نوع من انواع العسل يجيب نتيجه ايه؟ هو نوع واحد، السدر الجبلي. السدر الجبلي، بس السدر الجبلي المصري عندنا. السدر الجبلي المصري طبيعي، لان في ناس بتقول لك ما فيش جبال في مصر، ما فيش جبل في مصر. لا، في. بس يا جماعه اطلعوا من هنا على بدر شاهين على طول، كلنا هنطلع لعندك يا استاذ. والله يا فندم، يعني الله المستعان. هو الواحد بس يقدم للناس حاجه هادفه طبعا، انها تنفعهم وما يكونش كلامه خلاص. يعني مش حابب ان انا اتكلم واقول كلام ان انا اتحاسب عليه قدام ربنا، عايز اقول الحاجه اللي انا فعلا متاكد منها. اكيد طبعا. طبعا اكيد. طيب احنا كده خلصنا كل الانواع اللي موجوده عندنا، صح؟ في برطمان كده اللي هو الصغير ده، ده نوع ايه؟ ده برضه انا كنت حابب اضيفه لحضرتك برضه. ده عباره عن تركيبه اعشاب اجتهاديه مننا يعني، تمام. بس انا جربتها على اكتر من حد. تمام. يعني جربتها على نفسي شخصيا، واعشاب مش هتضر. تمام. احنا ضايفين في التركيبه ديت حاجه اسمها حبوب اللقاح، اللي احنا اتكلمنا عنها، خبز النحل. تمام. هضيفين عليها صمغ النحل اللي هو البروبليس، تمام، ليه اسمين، او العكبر ليه ثلاث اسامي، او زي ما الناس بتحسبه. تمام. ضفنا عليها 10 جرام غذاء الملكات، ده ربع كيلو. تمام. تمام. وطبعا ضفنا عليه عسل سدر، وضفنا عليه حاجه اسمها البسباسه والزعفرانه، في ناس كتير جدا عارفاها. وضفنا عليه حبوب اللقاح زي ما قلت لك، اللي هو خبز النحل ده مهم جدا، لازم يكون متواجد جوه العبوه. جوه العبوه. طبعا. وطبعا يكون في قرفه، وهيكون في جنزبيل من خامه كويسه جدا. كويس جدا. ده يقلب جيدا. ده لجرثومه المعده. لجرثومه المعده. ودي مشكله كبيره، ما كنت حابب ان انا اتكلم فيها مع حضرتك، ان ابتدت ناس كتيره تيجي تقول لي انا عندي جرثومه. يعني انا جات لي واحده عندها تقريبا 13 سنة عندها جرثومة المعدة، ودي بنت صغيرة عندها بقالها سنة، فهي بتاخد قرص العلاج، وطبعا مشيت على العشب ده طبعا والعسل، وبفضل الله يعني راحت بفضل الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ بدر، شرفتني ونورتني وأسعدتني، وأتمنى إن اللقاء ده إن شاء الله يتكرر مرة ثانية بإذن الله. إن شاء الله يا فندم، متشكر جدا. ميرسي يا فندم. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا، يا رب نكون قدرنا إن احنا نفيدكم. أشوفكم في حلقة جديدة ومعلومات جديدة، وإلى اللقاء.